يقول السائل: أعطي رجلا آخر مبلغا من المال بحيث يقوم الثاني بزراعة قطعة أرض خضروات وله ربع الربح، وإن خسرت المزرعة لم يكن له شيء، ما رأي الإسلام في ذلك؟ نعم، هذه المزارعة هذه جائزة في الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر على أن يزرعوها بالشطر، يعني بالنصف للمسلمين والباقي لهم، فلا بأس بذلك. نعم.